أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة الوطنية، ومرحبا بكم لعدد جديد من حصتكم فوتويك. هذه الحصة التي تأتيكم كل اثنين وخميس للحديث عن أبرز القضايا المتعلقة بكرة القدم الجزائرية والإفريقية وحتى كرة القدم العالمية، بالإضافة لأخبار محترفين وأخبار المنتخب الجزائري. سنتحدث في عدد اليوم أعزائي المشاهدين عن أهم المخرجات والكواليس التي اتسمت بها الجمعية العامة العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الثلاثاء الماضي قبل الانتخاب النهائي يوم 12 من شهر مارس المقبل، وهي الانتخابات التي ستحدد هوية الرئيس الجديد وهوية أعضاء المكتب التنفيذي للكاف. سنتحدث أيضا عن حظوظ رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي ومساعيه الحثيثة للفوز بمقعد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أهم الصعوبات والمطبات وحتى التكتلات التي سيواجهها هذا الرجل وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تحقيق الهدف الرئيسي بالنسبة له وبالنسبة للجزائر، وهو الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنتحدث أيضا أعزائي المشاهدين عن التصنيف الجديد للفيفا الذي وضع المنتخب الجزائري في المركز 37 متقدما بأربع مراكز كاملة بعد سلسلة النتائج الإيجابية المحققة في المباريات الأخيرة. المنتخب الجزائري يتواجد في المركز الخامس إفريقيا بعد كل من المغرب، السنغال، مصر ونيجيريا. وسنعرج أيضا أعزائي المشاهدين على أخبار محترفين ويتعلق الأمر بتصريحات رياض محرز التي رد فيها على الانتقادات التي تعرض لها، بالإضافة لتواجد عيسى مندي هذا المدافع في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من منافسة رابطة أبطال أوروبا. كل هذه المواضيع نسعد باستضافة الرئيس السابق لأهل البرج. مرحبا بك سي جمال. والنائب السابق للرابطة المحترفة جمال مسعودان، مرحبا بك وشكرا مرة أخرى على قبولك الدعوة. شكرا على الاستضافة. جد سعيد بتواجدي معك متمجد في الوطنية مع السي ناصر دائما والسي أمين. نتمنى أن تكون حصة ممتعة ومفيدة. شكرا جزيلا لك، أضمن لك أنك ستكون نجم هذه الحصة الشيخ جمال. مع ناصر صعبة أراك قدمت لنا الشيخ ناصر. يسعدنا أيضا أن نستضيف أيضا محلل القناة ناصر بويش والنجم السابق لمولودية الجزائر والمنتخب الوطني. مرحبا بك شيخ ناصر. أهلا وسهلا أمين. نجومياً نتقسموها كاع في أربعة نقاندو شوية في ثلاثة احنا قطينيات بعديش كيفاش انت راك انت رئيس الجوق روح يا سيدي. يعطيك صحة شيخ ناصر. كما يسعدنا أيضا أن نستضيف الإعلامي المميز أمين عزوز الذي سبق وأن عملت معه في الكثير من الحصص واستفدت أيضا من تجربته للأمانة. مرحبا بك أمين عزوز. مساء الخير أخي وشكرا على الدعوة ويعطيك الصحة المقدمة تاعك الجميلة. مرحبا بضيوفنا الكرام. إذا كما شاهدتم في المقدمة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعقد الجمعية العامة التي ستسفر عن الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الانتخابات التي ستكون في يوم 12 من شهر مارس المقبل، والكل يعلم أن وليد صادي سيسعى بكل الوسائل من أجل الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نبدأ معك جمال، كيف ترى حظوظ هذا الرجل الذي الكل يعلم بأنه جاء لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهدفه كسب مقعد في المكتب التنفيذي؟ هدفه هو اللي قال انا هدفي انني راح للكاس. لا بما انه ذهب لأديس أبابا وبما انه اجرى معليش انا حبيت نو من بين هو يقول من بين الاهداف هو الدفاع على مصالح الكره الجزائريه مثلا المنتخب المسموم، وهذا سا سوجونتون كو لا كاف كانت ضد
المصالح وخاصة أوماتير دي كانت ضد المصالح المنتخب الوطني وخاصة أوماتير دي أربيتراج للتأخيرة هذه. الحمد لله من الناحية التحكيمية رانا لاباس. أنا قبل يعني ندير لك بوتيت انتروديكسيون، أنا حبيت نقول باش ما نتصدموش، حبيت ندير بوتيت بوتي ريزومي سور نوتر بارتيسيباسيون في لا كاف. نديروا ان بوتي بيلون، ستادير نديروا ان بيلون بور دير بوركوا سات اوبسيسيون دي الي، علاش هاد لوبسيسيون يفو اتر على كاف، يفو نديروا بالعقل، نديروا ان بوتي بيلون، ان بوتي بيلون. انا نقول بلي الحاجه الاسمى اللي نقدروا نحصلوا عليها في افريقيا هي كوب كان الفريق الوطني، حصلني عليها مرتين وحنا غير متواجدين في على مستوى الكاف، صح ولا لا؟ حصل عليها سيفري انسى الكلوب، حصل عليها وفاق ستيف في 2014 عادي، تقدر سيتي تان باركور نورمال. انا حبيت نقول كيل سون لي ديفيدوند اللي رايحين نديروهم من 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 نوتر بارتيسيباسيون بور نو با اون فير اون اوبسيسيون، باسكو ليه اللي رانا مقبلين على دي بلان ديابوليك. اجوردي جو مي دي يفودري سو بريباري ا سي بلان ديابوليك، يا اما تواجههم يا اما حتى ولا لا نجحوا هاد لي بلان ديابوليك اللي راه يقوم بهم اونتر بارونتيز او في او سي دو تو الموند. لقجع رئيس فيديراتي المغرب، احنا واش هي حظوظ سادي على الورق حاليا لو كانت الامور تتسير بدون خلفيات لطريق معبد لسادي بدون انتخابات، انه يكون يوم 12 مارس راح يبان 12 مارس راح ما يكونش حتى الانتخابات بدون انتخابات، بدون انتخابات لانه وحيد، يكون وحيد وحيد ويا ان بوست بوروار، والقانون يقول ميم حتى يكونوا زوج و دو بوست ويكونوا مترشحين وكاين دو بوست سا باس سان فوت. اليوم احنا هذه اولا وقبل كل شيء كاين شيئين تغيروا في الجمعيه الاخيره، لاش ايزون لوفي لا كونديسيون دو لاش، ستادير فوق 70 سنة. فوق 70 سنة. سنة تم إلغاء العامل السني، هذا عنده هدف، هدف أنه ستادير سي بيرميتر أبو ريدة أنه يترشح لرئاسة الكاف أو يترشح للفيفا اثنين إلغاء العامل اللغوي أيضا، إلغاء العامل اللغوي ستادير دوكا شغل طاقة المنطقة، هذه عندها أهداف. وأنا شخصيا قراءتي لهذا الشيء هو غلق الطريق للجزائر، ما نقولش انا الوليد صادي، غلق الطريق للجزائر اترافير وليد صادي بور نو با ياكسيدي لل. علاش؟ انا نظن باللي بيسك لقجع اي نو بو با بروبوزي، ما يقدرش يقترح واحد يترشح على مسمو، لانه المغرب عنده يقدر يترشح هو، ينحي من الفيفا، يساكريفي من الفيفا، سي لو ديرني موندا تاع فيفا، نحي نفسه استادير كي تترشح سي بون، يا اما تعاود تترشح للفيفا يا اما تترشح للكاف. مترشح سي تادير كو انا انايا جو بونس كو كاين ان ديل، كاين اتفاق بين لقجع ابو ريدا، متفاهمين على انه ابو ريدا انت تروح لرئاسه الكاف وتولي اوتوماتيك ممبر في الفيفا، وانا انسحب من مسمو لكي اترشح للمكتب تاع الكاف كوميكس من اجل غلق المنافذ للجزائر وهذا هو السيناريو المحتمل. علاش قلت لك انا اون نون في با اون اوبسيسيون؟ علاش اون نون في با اون اوبسيسيون؟ دابور وليد لافي ان طونك بريزيدون il n'a qu'une année ou une année انت يا باش تدخل وتخدم ال 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 il faut du temps. Un. Deux, انا نقول لك بكل صراحه سي تادير كو دون لو كاس او تكون هذا هو السيناريو المعمول به، انا نقول لي فودري سي جامي يعاود يترشح للرئاسة الفاف tu auras deux ans عامين le temps de travailler pour avoir un lobby au niveau du au niveau de la CAF. وحنا نعرفوه كيف راهي فونكسيوني. اليوم هكذا تروح ب يكون يترشح لك ايا كان الخطه اللي يديروها، لو كان يجيك مترشح كاين الاحتمال كاين احتمال انه تونس ما عندهاش الحق، وليد الجاري ما عندهاش الحق، لانها عندها ديريكتوار،
مي ديسي لو 12 لو كان يديروا الانتخابات حيكون يعود عندهم الحق الترشح. ولكن الامر يبدو مستبعد. لا شوف عندما يعود عندك العدو انت دير لابار او انا ندير انا مسمي وليد صادي انا ندير بلي لقجع راح يترشح وندير بلي تونس راح تدير الانتخابات. هذا هو الذكاء، هذه هي الخطه، هذا هو المش ما نحطهاش بلي راهي الدعوه باليزي صاير راني رايح انا نو جو لو كريت سؤال لك امين. هناك بعض يعني كما قال الشيخ جمال يعني امور تقريبا لم تتغير على في هيئة الكاف التي يعني عرضت الجزائر للكثير من المشاكل، يعني المنتخب أيضا على سبيل المثال تعرض للكثير من المشاكل بسبب الجور والمظالم، يعني المظالم أكيد هي مظالم من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ألا ترى أنه فشل وليد صادي، ولو أنه لا نقول فشل بما أنه 6 أشهر على رأس الفاف، فشلوا في الحصول على مقعد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيجعل الجزائر معرضة أيضا لمظالم جديدة من طرف الاتحاد الإفريقي، ولو أن الكل يعلم اللوبيات الموجودة في هذه الهيئة؟ احنا كنا تكلمنا في السابق في عدة حصص في عدة يعني برامج على أهمية الدبلوماسية الرياضية، ومنعودوش نوليو في نفس الكلام، ولازم يكون كذلك عندك نفوذ، لازم تكون كلمة تاعك مسموعة، لازم تعرف تكون حاضر، لازم تعرف مع من تدير ديز اسوسياسيون واتفاقيات باش تكون في الواجهه انت كذلك. هذا كله من اجل دفاع اولا، باسكو الكاف لازم تدافع على مصالح افريقيا والدول الافريقيه من ناحيه كره القدم، وكذلك دافع اون ميم طون على مصالح تاع بلادك. انا مثلا دوك لما سمعت واش قال الاخ جمال لما هضرتوا على ترشح ممكن لو في تونس يديروا انتخابات ويخرج رئيس فيدرالية جديد في تونس، حيكون منافس لصادي، يكون منافس لصادي، ويعني مباشرة راح يغلق عليه الباب. انا احنا والاخوة التونسيين كما راك تقول انت باللي كاين لوبينغ وكاين اتفاق بين لقجع وابو ريضة، يعني مصر والمغرب، احنا ما نحبوش نفرقوا الأمة، نحبوا نجمعوا، ولكن نقولوا ما دام كاين هذه الأشياء حاليا احنا كذلك لازم نتفاهموا مع تونس. تونس يقدروا ما يديروش الانتخابات، يعطلوا شويه الانتخابات تاعهم باش يعبروا الطريق لصادي، لان الجزائر وتونس راهم في علاقات دبلوماسيه من ناحيه سياسيه كبيره ومهمه جدا، والجزائر كذلك ساعدت تونس في الاوقات الصعبه، في الاوقات الصعبه تونس كون صابت الجزائر. يعني احنا نديروا جاست لكاع الافريقيا الدول الافريقيه، ولما يصاجي الجزائر يتهربوا كامل. نو انا نظن ما نخلطوش الرياضه مع السياسه، كل واحد في المجال تاعو، ولكن نحبوا ولا نكرهوا بطريقه غير مباشره كاين امور تندار بالسياسه. فهمت؟ دونك انا نظن شي باسي مسعود اني تخوف لي دي انتيريسونت، وعلاش التوانسه يعني فون فوتي درك باش يكون مرشح تاعهم باش ما يجوش وليد صادي، باسكو الشيء المهم واللي متاكد ان وليد صادي لو يكون في الكاف والجزائر محل يعني دير اشياء ضد تونس، صادير كساسوا صادي ولا تاع تونس، يعني ما راح نخدموا المصالح العامه تاعنا لان فيها علاقات طيبه. إيه؟ يعني يخمم هكذا يقول لك ما تضرش انا جاري ولا واش انا يقول؟ سمحنا سمحنا بيقول باللي الجزائر امين. نعم اكزاكتومون الجزائر بصح لازم يكون عنده ليطا ديسبري هذاك، علاش انا نعاون فيك في كل المجالات وفيه اتفاقيات وفيه محبه وفيه اخوه، يعني هكذا يجب ان تكون علاقه متبادله. اذا كانت هذه الامور كلها غير بالظاهر واش ندير بك انا؟ يعني كلمه ما نصيبكش وقتها في الاوقات الصعبه. دونك جو بونس من ناحيه الدبلوماسيه نقدروا من ناحيه الفاف نقدروا نتفقوا مع الفيدرال التونسيه ولي ريسبونساب تاع الديريكتوار باش تكون امور كيما راهم يتفاهموا زعما ابو ريضا ولقجع لو تكون هذه المعلومات مؤكده وهي باينه بلا تصرا هكذا بهذه الطريقه. يعني احنا لو لم تكن مؤكده وجداهم للارتيكل 260 يعطيك الصحه لورغانيزاسيون تاع لوسي تاع الكوميتي اولمبيك انترناسيونال بروبوزيو له باللي يليف كان بور سيو بور سو بوان، قال لهم لا انتهت سي بون
يعني هذه مؤشرات توحي بانه دخول المعتقل عندها ان اوبجيكتيف لان ما معنى ما معنى تريبوت في القوانين عندها ان اوبجيكتيف هذه بدايه ومقدمه السن كان عائق لهاني ابو ريده للاشاره لانه عمره 71 سنه ما دام فتحوا الباب يعني ان فيه تفاهم والكل يحب يغلق الباب الجزائر ولا دونك حنا من الناحيه تاعنا لازم حنا تكونوا عندنا نشمروا على السواعد سوني با مش هذه اللي مقلقتني لا كاباسيتي دو لوم لي كاباسيتي دو ديو ان نقدروا يغيروا القوانين صاف دير كي جون ان فيسور هذه باينه جون لا ميميز سور لا كاباس وهذا وهذه لازم حنا كجزائريين ناخذوها بعين الاعتبار وعلاش انا كنت نقول لو بيلان صادير نخرج اللي كنت نقول عليها ان ثنائيه ماقيتها اللي يروح لاكاف يحوز الجزائريين شادوا سو تيرميني ما عادش هذا نعود نحاربوا بعضنا البعض هذا موضوع اخر رايحين نسمعوا لراي ناصر بويش الكل يؤكد ان هناك اطراف تسعى لقطع الطريق امام وليد صادي وهذا امر واضح لقجع بسط سيطرتها على الاجتماع الغى عامل السن واللغه من اجل ترشيح أبو ريدا للمكتب التنفيذي أو رئاسة الكاف الذي سيكون زيد الغياب لقجع. لقجع هذه معلومة أخرى يعني آخر الأصداء آخر الأصداء تؤكد أنه لقجع حضر يعني وقت قصير في الاجتماع ثم انسحب هذا الأمر آخر الأصداء غادر الاجتماع آخر الأصداء شيخ ناصر تؤكد أن هذه المغادرة خلق زعزعة ثقة بينه وبين أبو ريدة يعني بما أنه هو الحليف تاعه هذا آخر الأصداء وآخر ما تحدثت عنه وسائل الإعلام المصرية ولكن الموضوع الأهم ناصر بويش أن هناك أطراف تريد قطع الطريق أمام وليد صادي من أجل الفوز بمقعد في الاتحاد الإفريقي كيف وللجزائر أكيد بما أن وليد صادي هو ممثل الجزائر لا هي كما قال لك سي جمال نتكلموا على الجزائر لانه حتى ولو نتمنى كل الخير لسي وليد لانه كما قلت كيمثل هذا الوطن شوف من الصعب يعني من الصعب حتى ولو نتمنى له كل الخير انك تدخل في معركه ماشي مسلح كما ينبغي لان هذه الهيئه تاع الكاف نعرفوها منذ زمان يعني ان واش فيها في الخفايا كيفاش تعمل في الخفاء كيفاش تلاعبات كل هذا الشيء ما تقدرش انت يا كيما سي وليد اللي عنده 6 شهور او 8 شهور او 10 اشهر على راس الاتحاديه تجي اليوم باش تزاحم هاد الناس هادو ما وتدخل من الصعب ولكن هناك من يقول لك انه يعني الفتره التي كان فيها وليد صادي بعيدا عن الاتحاد الجزائري لكرة قدم يعني حافظ على الاتصالات مع بعض الفاعلين في الكاف يعني جايك هذا الامر اكيد هذه النقطه جيده اذا كان عنده لي ريزو تاعو كيما والاتصالات مع الاتحاديات ولا الناس انفلوون ولا رجال انفلوون اكيد انك حظوظك تزيد تكبر اشاك فوا لكن نظن في وقت قصير من الصعب انت هذه الهيئه بقياده موتسيبي اللي عنده بلوس دان تور دون سون ساك عشاش يعني لازم نقولها بكل صراحة رجل قوي ما تنساش اسمح لي والله غير اسمح لي أنا ما تنساش بلي في 2017 كنقولوا كانت عندنا دي ريلاسيون لا كومبوزون كيمان ما تغيرتش وفي 2017 روا يوساتوا استدير إذا كان باقي تلك اتصالات مع 7 سنة الراجل با البروبليم حتى ولو الرجل ولكن الأخير ولكن في الماضي كنا أفضل من لا حتى ولو الرجل الأخير اللي كان ممثل الجزائر هو الحجر وراوالي نحييوه نظن أنه اليوم من الصعب أنه لأنه هذه الأمور كما نقولوا الأمر دبر بالليل لازم نقولها بكل صراحة لأنه انتهى هذا غير متفائل شيخ ناصر ومن الصعب لا انا قلت لك احنا ندعيو كجزائريين يكون ان شاء الله بناء على المعطيات وانت قريب من وسائل الاعلام الجزائريه وقريب من الاصداء ايضا يعني عبالي باللي راهي توصلك اصداء من الاتحاد الجزائري واصداء من بعض الفاعلين في كره القدم الجزائريه بناء على معطيات يعني ما هي الامور التي تنقص الان ممثل الجزائر وليد صادي من اجل الولوج للمكتب التنفيذي قلت لك انا الاهم قلت لك لي ريزو تاعك تكلم امين على الدبلوماسيه الرياضيه اللي حنا غايبين فيها لازم نقولوها بكل صراحه انا بعاد شويه هذا
هذه الجهه وين لازم نخدمه كما ينبغي، لكن ربما تسمح لوالد ولا انسان اخر انه يدخل يفتح الباب ويدخل بسهوله، لكن كل الابواب مغلوقه دوبل فيرو كما نقولوا. لازم تكسر الباب باش تكسر الباب، لازم تكون شويه عندك القوه تكون كما ينبغي، باسكو لازم تدخل دو فورس. انا نظن باش تدخل هكذا تجي بعد 6 أشهر يعني تكون امور صعبه. السؤال المطروح، ما هو السؤال المطروح؟ علاش يديروا يعني علاش يغلقوا الباب علينا، وما هي العوامل التي تؤدي الى ان نحن نكون اقوياء؟ هذو الاسئله المطروحه. وعلاش هما مثلا الاعضاء ولا تاع الجمعيه العامه ينتخبوا على فلان وفلان وماشي علينا؟ يعني واش اللي يدي؟ راح نقول ممكن كاين مصالح عامه وخاصه ممكن فيها تلاعبات بالاموال، وهذا شيء ما معروف، سواء في الفيفا ولا في الكاف، شراء ديمه الناس، قول لي ولاني غلط جمال، فيها امور كثيره. انت تجيب لاطاي ما راحش يحلوا لك الباب، ولكن قلت لك احنا انا ضد كل ما هو هذه رشاوي، وانا انا ضد، انا مسلم ما نقدرش نكون حاجه ضد حاجه محرمه، ولكن كاين طريقه اخرى، كاين تاثير اخر من ناحيه أخرى. احنا الجزائر بلاد مهم في إفريقيا، ما نسمحوا حتى واحد يجي يتلاعب المصالح تاع الجزائر، وماشي لغة شعبوية ولا يعني كذلك. احنا نقولوا الجزائر الجزائر وندافعوا على الحقوق وعلى لي بون كوز وفي إفريقيا وعلى مصالح إفريقيا يعني في دون كونسير دي ناسيون، ومن بعد كي يجي وقت الصح يعني كاف ما تلقاش الجزائر وتلقى الناس كيفاش نقولوا دير لوبيات ومنا وتغلق لك الطريق، والجزائر هذه ديرونجي الجزائر هذه. لان الجزائر تقول كلمه حق. لا امين تكلم على لوبيات اكيد سيدي لوبي باش نديروا ربما تقريبا الخلاصه سيدي لوبي قويه يعني باش يكونوا لا، لكن لازم الاهم لازم احنا نعرفوا حتى المسؤولين تاعنا على انه الرياضه كره قدم خاصه الرياضه بصفه عامه وكرة القدم بصفة خاصة ولات عندها نظرات كرياضة دونك رانا نحبوا خليني نجيك بسؤال تفضل. سور لا ميم سور لا ميم لونسي، انا علاش درت ان بي ريزومي ان بيت ابيرسو هيستوريك فير ان بيلون كيلكو سورت بور كومبروندر يفودري اوسي بور كومبروندر اليوم اللي كنت تقول انت كانت مازالت العلاقات امور. احنا نرجع باللي نقول مواقفنا nous avons très très mal estimé le Hajj Mohamed Rawa l'inhiyouh il a très très mal estimé le moment où la FIFA Infantino voulait se débarrasser de Hayatou ou nous avons fait avec Hayatou contre Infantino ou Infantino il était candidat ou Infantino يعرف باللي باللي والد سادي وليد entre parenthèses le président تاعو هذه كل يعرفوها باللي هذه الناس هذو يقدروا يديو له باللي هذه الناس راهم وقفوا كانوا واقفين ضدك. اسمح لي كانوا واقفين. انا حبيت نقول التاريخ مهم ومهم جدا. انا نوافق امين في حاجه نو دوفون اوجوردي او افيتي نو زار بور الي او كومبا. قال عجبتني بزاف تاع ناصر روح مسلح الى ماكش مسلح ريح اعدل روحك اعدل روحك وروح. كي تقول نروحوا مسلحين، ما هو السلاح الذي تراه مفيدا في هذه المعركه؟ يعني لو نفترض انه هذه معركه وهناك سلاح السلاح الاول لا بروميير كونديسيون سينيكوانون ما تقدرش تتغير منها انه تكون اللحمه الداخليه. كلنا متفقين على انه رئيس الفيدراليه ممثل الجزائر ومتفق عليه الجميع. تعرف شو متفق عليه الجميع؟ معناتها انه الانسان نهار جا وانا جي بوكو ايمي توندر لا مان ا توس بور سو راسومبلي اونسومبل pour aller de l'avant كانت تكمل ما كملتش. انا نقول باللي لو ما تكونش عليك انت ان طونك بريزيدون دو لا فيديراسيون لازم نكون نضربون دون لو ميم سونس جورناليست سبورتيف كومونتاتور ايسي اون الجيري الكل من اجل مصلحه الجزائر الكل في مصلحه الجزائر بغض النظر عن اسم الشخص اسمه وليد ولا اسمه امور ولا كذا. انا هذه كانت امنيه الناس اللي كانوا داخلين في الفوتبول. احنا تمنينا انه لو بريزيدون اللي كان يمرجي يكون يخرج لا فيديراسيون من الصراعات الثنائيه هذا تاع زيتي وهذا تاع روراوا. كاين اون افي با بوزوان دو سا. اليوم انا نقول بلي غارانتيستين انترن اليوم انا نقول اشارج دو وليد سادي
على عاتقه انه هو اللي يخرج الجزائريين ويخاطب الجزائريين، خاصه كي نقول الجزائريين معناتها الناس تاع 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 الرياضه، الوسط الرياضي، الوسط الرياضي بور لو راسومبلي دو نوفو بور ان سول اي اونيك اوبجيكتيف، باسكو المهمه مش مهمه وليد سادي، المهمه تخص الجزائر، وماناش حابين اونكور اون فوا نزيدوا نتبهدلوا، فهم ولا ما سي با نورمال بور لا تروازيام فوا اونكور روحو اون بريزونس في مسمو. والجزائر لها اهميتها ولها كرامتها ولا مسمو، انت تشوف اليوم الجزائر وما ادراك ما الجزائر، نقول البريكس عرضوها باش تحضر، باسكو نهار ترفض الملف لاسباب دو سوتابل اللي بانت الاشياء ما لا اقتصاديه لا سياسيه، اليوم الجزائر يعيطوا لها البريكس وما راحتش. امر مهم. امين خليني نبوزي لك كيستيون، يعني بخصوص التكتلات، نتحدث عن التكتلات، نتحدث عن لوبيات على المستوى الإفريقي، ولكن للأسف نحن في الوسط هنا في الجزائر، هناك لوبيات وهناك تكتلات. واحد اللي راه مهيمن، ما كانش لوبي هنا ينفوا الي كريفي دو لوبي، كاين لوبي واحد مهيمن سبحان الله. خلاف مانتونو موتسيبي سي فو كونستيتي ان لوبي جو فودري بيان ان طونك بريزيدون دو كاف، اللي يعرف باللي الامور تريح تحفر له ليه وهو قاعد من هنا منافس ليه ما على بالي. لا نتحدث عن خلافات على المستوى الوطني في الرياضة، أتحدث عن أيضا سنوات من العزلة بعد عهد محمد رورا، ألا ترى أن هذه الأسباب يعني أثرت أيضا عن يعني فقدان العلاقة مع الوسط الإفريقي ومع الفاعلين على المستوى الإفريقي؟ أنت ما عملتش يعني باش تكون حاضر في المستوى الإفريقي، أنت قعدت في تفاهات هنا داخلية، تفاهات داخلية ما عندها حتى هذا ما قال ما عندها حتى معنى، وما تخدمش الكرة الجزائرية وما تخدمش الرياضة الجزائرية وما تخدمش الجزائر. علاش؟ باسكو واش يقول هو؟ أنا وليد صادي يعني كل احترام وإن شاء الله ربي يوفقه في المهمة تاعو، الفيدرالية هنا داخلية لازم تكون قوية. كيفاش تكون قوية الفيدرالية؟ تجيب الناس نزهاء اللي عندهم كفاءات. وكاين شيء اخر، نقطه ثانيه اللي حبيت نهضر معها، لما نرقيو البطوله الوطنيه تاعنا المحترفه من ناحيه الملاعب، من ناحيه المرافق، من ناحيه الفرق، من ناحيه الاحترافيه الحقيقيه، كيفاش التمويل تاعها، كيفاش الامور، لما تهد الصوره تخرج للعالم الناس تحترمك، لابد تحترم بلا مزيتها. انت مازلنا نشوفوا احنا في مقابلات تيليفيزي بليماج لي بوا تاع ملعب بالشاترطون يديروهم، مش تهدفه حتى بلد في العالم بالشاترطون لي بوا الفيلي تشدو بالشاترطون، يعني عيب وعار. انا هذا الباب، هذا اكزومبل، هذا اكزومبل تاع لما تصور دي تريبين ماشي مصبوغين ميم با، ماشي كاين، يعني كاين بعض الناس ماهوش في المستوى. دوك احنا بالمنشات الجديده هذه نعطيو صوره اخرى، انت لما تشوف مقابله في تيزي وزو حسين حيت احمد ولا في الدويرات، صور جميله شاهدناها، صور رائعه، حاجه اللي ماشي مليحه، حاجه اللي ماشي مليحه وقعت وقلتها ونعاودها، كاين مافيا تاع الفيميجان، خرجتك على الموضوع لما قلت صوره جميله. انا كي نشوف فيميجان ماشي صوره جميله، لما نشوف انا الحارس ديجاجي والناس قاعد تسبوا بيماه في بلد مسلم، بلد كيما الجزائر ماشي صور جميله. انا نقول لك نكونوا في المستوى لما نحيوا هذه الامور. صافي دير احنا اولا قبل ما نتجه الاكستيريور للكافو، نعالج داخليا، نعالج امورنا الداخليه، نقوي ورحنا من الناحيه الداخليه، نديروا كره قدم حقيقيه في الجزائر، نديروا الرجال اكفاء في المسؤوليات، نديروا هذا الاسمومون لا، ومن بعد تقدر تطور امورك الاكستيريور، باسكو الصوره تاعك تكون اخرى. او ميم طون نزيد كلمه برك ما تروحليش ناصر، اسمح لي ليدي، اصدقائنا في افريقيا ونراهم لو ما نصيبوهمش الان، لان انت راك تكلموا على القجاع وابو ريدا وموتسيبي، هذو كلهم عندهم علاقات بيناتهم، علاقات مصالح قبل الصداقه، الصداقه هذيك مزيفه تبان هكذا، هي المصالح هي اللي تتكلم، وانت المصالح تاع بلادك لازم تعرف كيفاش ديفلوبيها. كاين ناس مختصين في الدبلوماسيه، مختصين في هذه الامور، هم العمل تاعهم يعرفوا كيفاش تصير الامور. تفضل ناصر، الفكره تاعك زيد. الفكره امين نعطيك. انا ديما انا بالنسبه لي لو بريزون سيكسبليك بار لو باسي، وباش تبروجتي لافنير لازم ترجع. نعطيك مثال بسيط اللي كان يتكلم عليه، وعنا كنا نقولوا باللي تكون اللحمه بين الرياضيين وتكون بيناتنا سي فري كو نو لافون اونتر نو لو لافنيج، بس سا فا با دير العداوه وامور. نعطي لك دو زيكزومبل.
اللي اثروا على ليماج دي فوتبول ولا دو ليماج بريمير. انا سمعت عمر بهلول في ان بلاطو تيليفزيون يقول الحاج محمد راهو كان يحرض في الناس باش ما يصوتوش عليه. سمعت انت ولا ما سمعتهاش؟ غير سمعناها كامل. صح، الحاج محمد راهو يقول باللي السيد كان في رويقه الكاف يحرض عليا ويقول في كلمات ما تليقش بيا. هذو شخصيتين جزائريتين خارج في رويقه الكاف، شوف واش داروا. اثنين اجتماع الشيراتون، يدخل رئيس الفاف انا ذاك زفيزف ويقول ما ندخلش للايرينيوم حتى يخرج عمار شرف الدين عمار، شرف الدين عمار اللي تي فيس بريزيدون لو سول كون افي او موان في ان كوميسيون ايكونوميك، ولو انه كان لو فيس بريزيدون تاع لقجحال. الجماعه اللي جيتي اي سون ريستي بوش بي، شي هذا ما يدخلش في بلادك. لا لا، تعطي فرصه للناس باش يخموا عليك ويقولوا عليك. هذا الامر هذا بالك باش نوضح اكثر الصوره اللي حبيت نقولها، انها تكون كما قال امين، انك تكون قوي داخليا بور بريتوند اتر فور اليكستيريور، ومستحيل مستحيل تكون فور اليكستيريور وانت في لا لا. تفضل باش نقدم في الفكره، كي تروح مسلح كما ينبغي في كل هذه الميادين، سي دون لو ريلاسيونيل هنايا محليا ايضا اكيد، ماشي غير مع صافي باديك نقول لكم سلح، ماشي اشياء اخرى يعني. زائد اليوم عندنا احسن تقريبا من احسن المنشات في افريقيا، لازم نذكرها بكل صراحه، الملاعب عالميه، هذا سلاح ايضا، هذا سلاح. تسويق البطوله كما ينبغي، تسويق البطوله سلاح. صح نو اشياء، كاين اشياء جديده في الجزائر لازم نذكرها بكل صراحه، لي نوفو تيران لي ستاد هذوما الاخر، سي اون شانس. لما لا اليوم كيفاش عندنا كل هذه الاشياء حتى ولو عندنا بعض النقائص وحنا ماشي موجودين في الكاف هذه؟ والشيء واحد في عجاله امين، لانه وقت الجزء الاول كنت سمع فيه ناصر، ما تنساش بلي كوب دافريك 2025 2027 كنا قدمنا الترشح تاعنا وما عطاوهالناش كوب دافريك. اللي قبل اللي قبل اون سي روتيري بصح، سمح لي اون سي روتيري بس نورمال، انت يسحقوك غير في وقت الشده كي يحصلوا في الشان. لا قبل هذا كيفاش؟ حنا حطينا الملف في 2025 3 موان ابري زدنا لحقنا لو دوسي دو 2025 دو سويت في لا ميم كوميسيون باسكو سيتي بريفي، عطاوها لا غيني ما عطاوهالكش ليك، ما عطاوهالكش ليك الجزائر، عطاوها لا غيني ما عندهاش منشات كيما الجزائر. يا امين ما تغيرش التاريخ، سحبنا الملف كيفاش يعطيك؟ كيفاش سحبنا الملف؟ لا قبل الفوت، افون لو فوت، افون لو فوت امين، افون لو فوت. لا كوت ديفوار باردون، لا كوت ديفوار ماشي لا قبل كوت ديفوار، افون هذيك افون، انا نهضر على افون. صافي احنا كان عندنا كاع لي موايا ما عطاوهالناش، معناتها باللي هما المشكل تاعهم ماشي الجزائر، عندك ملاعب ولا ما عندكش، فيها لوبيات تغلق لك الطريق، لان خير بلد اللي ما عندوش منشات اللي عندها الجزائر، وما عندوش امكانيات اللي عندها الجزائر. نعم لو بلو غراف اجوردي كون تي تروف دي جورناليست الجيريان جزائريين ويقول باللي كاين صحفيين جزائريين راهم يخدموا ضد المصلحه الجزائريه على مستوى الكاف، وراهم هما اللي راهم يباريوا الطريق للجزائر باش ما تكونش متواجده على ما اسمه، ما هي مصلحتهم؟ كيفو لي دينونسي هي. شوف امين خلينا ناخذ فاصل شيخ جمال، شكرا على التوضيحات، شكرا امين على التوضيحات، شكرا ايضا ناصر على التوضيحات. ناخذ فاصل ونشرع في الجزء الثاني لحصه فوت ويك لا تغير المحطة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد للجزء الثاني من حصة فوت ويك. في الجزء الأول تحدثنا عن أهم المخرجات والكواليس التي اتسمت بها الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نتمنى أن نكون وفينا وكفينا بخصوص النقاش القائم بين شيخ جمال مسعودان وأمين وناصر، نتمنى أن نكون قد وفينا وكفينا. في الجزء الثاني أعزائي المشاهدين نخرج من الإطار الرياضي السياسي ونتحدث عن الإطار الرياضي البحت الرياضي. الشيخ ناصر أنت تحب الجانب الرياضي برك. أكيد. ولو أن الموضوع في الجزء الأول يعني هو رياضي سياسي يعني. أنا قلت كرة القدم اليوم
اصبحت شيء اخر، لازم نعرفوها اللي ماشي كره قدم كما كان حتى ما كانش بهذه الطريقه في امريكا. كان عندهم سوكسير كما يقولوا سوكير ولكن لما شافوا اهميه كره القدم في العالم وما يحبوا البيسبول يحبوا داروا كره القدم، طوروا كره القدم، داروا ملاعب، داروا استخدموا النجوم ايضا. نتحدث رايحين في كاس العالم، نضموا كاس العالم. كلمه بارك تفضل استاذ الكلو. فوتبول الناس فاهمينه بلي سيلمون لعبه، نو سي دوفني اوتر شوز، سي اون اكتيفيتي كولتيريل، سي اون اكتيفيتي ديبلوماتيك ايكونوميك. مش انت كون نعطيك لو شيفر دافير دو فوتبول دو سبور دو فاسون جينيرال، دون فاسون جينيرال يل ديباس اون شيفر دافير يل ديباس لارمومون دون لو مون ديباسي. هذا امر مهم. خليني كاس العالم وين حتجرى؟ 26 تروبي تروبي متحده شفت وين الحق. هذا ما يؤكد حجم في 30 تروبي ما يؤكد حجم كرة القدم والدور الكبير الذي تلعبه في المجتمعات العالمية. سنتحدث في الجزء الثاني أعزائي المشاهدين عن تصنيف الاتحاد الإفريقي الاتحاد الدولي لكرة القدم، التصنيف الجديد الذي وضع المنتخب الجزائري في المركز 37. المنتخب الجزائري شيخ ناصر تقدم بأربع مراكز كاملة بفضل النتائج الإيجابية المحققة في تصفيات كأس العالم أولا، ثم تصفيات كأس أمم إفريقيا. عمل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أدى بثماره، المنتخب الجزائري ارتقى بأربع مراكز، الخامس إفريقيا بعد كل من أسماء ثقيلة منتخبات المغرب، سنغال، مصر ونيجيريا. لما تشوف المنتخب تاعنا اليوم في التوب فايف شي إيجابي، شي توب فايف أفريقيا، توب فايف أفريقيا والثالث عربيا، 30 عالميا و 37 عالميا. نتكلموا افريقيا عن التوب فايف، ونقدروا ان شاء الله نزيدوا ربما بوركوا با التوب فور، ومن بعد ان شاء الله نفوزوا بلقب اخر باش نكونوا في الرياضه افريقيا نهضر. لكن نشوفوا انه العمل اللي يقوم به الناخب الوطني خاصه سلسله النتائج الايجابيه لما تفوز في الديار وخارج الديار، نظن انه شو كيفاش سلسله تاع النتائج الايجابيه تجعلك انك في وقت تقريبا قصير نقولوها في وقت قصير شوف رانا اليوم في التوب فايف. نظن انه في شهر نوفمبر زائد ربما شهر تصفيه كاس العالم، اذا كانت هذه السلسله تسير كما باقية. كما نظن انه في وقت قصير ايضا ولا مدى المتوسط نكونوا في التوب 2 ولا التوب 3 ان شاء الله. لكن الشيء الايجابي هو العمل اللي يقوم به الناخب الوطني، النتائج اللي يقوم بها. انا قلت لك دونك لانه في كره القدم اليوم اهم ايضا هي النتائج. اكيد نتكلموا شاك فوا نتكلموا على المردود، احنا ماذا بينا نشوفوا المنتخب تاعنا يلعب يبراتيك في طريقه افضل وكذا، لكن نشوف اليوم احصائيات الارقام انت اليوم تكلمت على التوب فايف. أمين هناك إجماع على أن المنتخب الجزائري يعني لم يلعب لحد الآن مع منتخب قوي، منتخب من الصنف الأول، ولكن التصنيف ارتقاء المنتخب الجزائري في تصنيف العالمي للفيفا هو أمر إيجابي أيضا بالنسبة للناحية النفسية للاعبين وأيضا للجزائر أيضا. لما تشوف النتائج الأخيرة كانت سلسلة انتصارات، فزنا في كل المقابلات، يعني شيء إيجابي، وجاء أحد من يقول العكس. العامل تاع بيتكوفيتش انا قلت لك من الاول درت في الحصص تاعي نقول بلي انا بيرسو شخصيا اثق في هذا الناخب، لان يعني من بطريقه جديه ونظن علميه وعلى بال وين رايح، ولو المنتخب الوطني من ناحيه اللعب ما راهوش حاليا في مستوى عالي، ما راهوش في مستوى عالي من ناحيه اللعب والاداء، وهذه حقيقه شفناها كامل ما نقدرش نكذبوا على روحنا. شفنا فوز ب5-1 ولكن الاداء ما كانش في المستوى مثلا، ولكن النتيجه هي الاهم في هذه التصفيات، وحنا نساندوا المنتخب تاعنا ونظن باللي يحق وقت والمنتخب تاعنا يكون اداء ونتيجه. نظن راني عندي انا شي اوبتيميست واثق باللي ممكن مع الوقت اداء ونتيجه، ولكن الشيء اللي نقوله تلحق مرحله ما لازمش نطولوا فيها بزاف، بلا ما نبداوش نغيروا غير نجيبوا غير خلاص، لازم ستابيليتي في التشكيله، في المجموعه في المجموعه. لما تجيب واحد فريمون يعني في مستوى عالي وراح تظن انت من ناحيه التكتيكيه بلي تسحقوا وبلي يجيب لك اضافه، ماشي باسكو نسمعوا لاعب ويلعب في اوروبا اوتوماتيكمون راهو سيليكسيونابل، لا
لازم يكون في المستوى يجيب اضافه، هذا شيء اخر، لان بالاستقرار تاع التشكيله والاخر اللي يجيو لي زوتوماتي ما عندناش مقابلات كثيره، وعندنا ديدات فيفا يعني محدوده، والنخب الوطني لازم الان تهنا كاس افريقيا، لازم نديروا كاس افريقيا في المستوى، ولكن نخموا كذلك على هذا الجيل باش نوجدوا فريق اللي يكون حاضر لتصفيه كاس العالم، وممكن لو يتاهل يكون في مستوى كبير. انا عاود شفت بعض المقابلات تاع 2014 الجزائر المانيا، شفت كنا فريق قوي يعني، ماشي انت باش الند اللي ند مع المانيا اللي كنت قادر تفوز عليه، ودرت مقابلة كبيرة يعني عندنا بطل عندنا العالم عندنا إمكاني بطل العالم. وشفنا أداء كان مليح تاع اللاعبين تاعنا، كان فريق يعني تاع لي لوزيتش كان فريق جدي. شفنا مثلا على الترتيب هذا مع الناخب السابق بالماضي كان منتخب في الواجهة وكان في المستوى، ولكن 35 مقابله دقيقه بعد 2019. نعم بعد 2000. قبل 2019 ونتي بادين كان نعم في الواجهه، قلت ذكرت باللي مع الناخب الوطني ناخب ديمونسيون في 19 ذكرت لك مع جمال بالماضي يعني منذ ما جاء، يعني كانت سلسله كبيره تاع 35 مباراه دون انهزام، وهذه ماشي من السهل باش ديرها، وكنا فزنا مع المنتخبات الضعيفه والمتوسطه والقويه ايضا اكيد، ولكن ما منعناش هذا الشيء باش نخفق في كأس افريقيا في لي فاز فينال، وما تأهلناش لكأس العالم، وكيفاش نقولوا المسؤوليه ما يعني لي بارطاجي، لان ما عرفناش نجيريو لي دانيير سيكون تاع الماتش من الناحيه التقنيه، والتحكيم كان يعني ماشي مليح. علاش قلت لك هكذا؟ صافي دير، انا ما يهمنيش اكثر، اللي يهمني هو الاداء والنتيجه، يهمني اكثر من الترتيب. كنقول لك راني كنا في مرتبه جيده وما تاهلناش كاس العالم، ولكن هو فاش النتائج تاتي بالترتيب، مهم الكلاسمون، مهم في لي تيراج او سور، يحطوك في الشابو يحطوك، هذا شيء مهم جدا. كاين امين برك شويه باش من ثانيه برك نتكلم على المنتخب الجزائري، اكيد يفوز مع منتخبات صغيره وش، لكن ما ننساوش لكن لما تشوف المجموعه اللي عندنا تاع اللاعبين نظن انه عندهاش تجربه كبيره، لا زائد الخبره تاع المدرب، نظن لما تلعب نيجيريا ولا تلعب مصر ولا تلعب تونس ولا تلعب جنوب افريقيا ولا السنغال كما قال ولا كوت ديفوار، انا متيقن ان لو نيفو تاع اللاعبين تاعنا يطلع. لازم نقولها بكل صراحه، لعب كونتر لا هذه شو كره قدم شيء هام، هذا يعني الاحتكاك باكبر المنتخبات هو انا يا راني كونفيون، لكن راني كونفيون نلعب كونت كوت ديفوار، تشوف المستوى الحقيقي تاع المنتخب تاعنا، هذا شيء هام هذا يعني. حتى ولو الان في هذه الظروف، ولكن ناصر لازم من الناحيه الدفاعيه ماشي كمدافعين فقط، كفريق لازم هذوك لي لاكون اللي شفناهم من الناحيه الدفاعيه ما لازمش يكونوا. الحين تكلموا اقل نتكلموا على هذه الامور، على الامور الدفاعيه وتواجد عيسى مندي ضمن التشكيله المثاليه لرابطه ابطال اوروبا، يعني المواضيع راهي جايه الشيخ ناصر. جمال، بالرغم من النتائج المحققه وكل يعني كل مدرب يعني اشرف على المنتخب الجزائري يملك ايجابيات كما يملك سلبيات، ولكن نتحدث عن فلاديمير بيتكوفيتش، نتائج إيجابية، ارتقاء في المراكز، يعني هناك لاعبين جدد قدموا إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري، ولكن هناك بعض كوتشينج أيضا في المستوى، شاهدنا أن المنتخب الجزائري يفوز عادة في الأشواط الثانية، ولكن بالرغم ذلك هناك أصوات، هناك يعني لاعبين سابقين محللين ينتقدون المدرب يعني بطريقة شرسة، بطريقة قوية جدا، حتى وإن المنتخب الجزائري يعني يفوز في مبارياته، ولكن هناك بعض الانتقادات حتى عبر وسائل الإعلام الجزائرية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. في رأيك جمال، ما هي الأسباب الرئيسية، ما هي الأسباب التي تدفع أي يعني طرف فاعل في كرة القدم الجزائرية أن ينتقد مدرب يفوز في كل مباراة؟ شوف، كاين سيرتان كومونتاتور وسيرتان بلاتون كيون لا بريتونسيون، ils avaient la prétention انهم يدومين لي شوا دو لونترينور، علاش ما تلعبش فلان، وعلاش لعبت هذا، وعلاش ما درتش هذاك، وعلاش ما عيطتش لفلان، وعلاش من هنا. احنا دائما وابدا انا نقولها، انا كيعود ان تكنيسيان كيما ناصر ولا في اي بلاطو سير لو بلان تكنيك، ولا انا كيهضر ولا غير نسمع، انا جو في تو دو ميم با كونتردير مثلا ان تكنيسيان في يستافدوا في بعض، نعم في بلاطو، فما بالك في ناخب وطني. الناخب الوطني تحترم اختياراته،
هذا هذه اساس يتلعب الماتش تي بو لو كومونتي. كان امين يقول باللي لا ديفونس تاعنا شويه واحد يقول لك لو ميليو تيران مازال ما لقيناش لا بير نلعبوا بزوج نلعبوا بثلاثه كل واحد عنده بوينت مي يفو ليسي لو كوتش ترافاي. انا عندي كلام خلاف انا ما تخلعونيش انا قالها امين كنت حاب نقولها انه الترتيب وهذه الامور انا دو طون زون طون انا جوني كروا با ترو باسكو كانت التجربه ثلاث مرات ما رحناش في مصر. ما هي الاسباب؟ نعرف باللي كاينه اسباب موضوعيه متعلقه بالفريق وكاينه اسباب غير موضوعيه متعلقه بالتظلم اللي كنت تتكلم عليه والمظالم اللي يعيشها الناخب الوطني وخاصه في لاكوب دافري. احنا شفنا باللي ظلم تحكيمي رهيب. لا التحكيم لعب دور كبير. دور كبير صح. انا اليوم نقول على المنتخب الوطني جو بونس كابري سيت ماتش بوتيتر كو هادو بقاونا لي دوز ماتش نتمناهم يكونوا تي دي ماتش كيفاش سي كيشغل ماتش دي ماتش اميكو. قال لي انا يعني فرصه باسكو فرصه لي باللاعبين لو سول اينيك اون جو سي كومون جو كيما دار وقت من الاوقات جبل مزاي كونتر لا تونزاني سي تادي سي لو مومون سي لوكازيون دار لا دوني لا شونس ا تول مون ا تول مون. اني اليوم انا نقول هذو سي لوكازيون باسكو نو نو سومز ا لا في à la veille de la participation d'Algérie où nous sommes qualifiés et les مسقر على مسقر على مشكله على على داش اللعب وماناش مسقرين لي شونجمون بزاف 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 لي شونجمون لو 11 ناصر علاش كان يتكلم على فالور انترنسيك دو شاك جوار كاين لو بوتونسييل كيفاش تمارينيه كيفاش باش بور تو دوني لو بوتونسييل ما فيهاش كلام فوالا ما فيهاش كلام. انا نزيد انا حاجه ونقول انا لي كونديسيون دو ترافاي انا والله غير نشوف نتمنى انا بيتكوفيتش والله ما نهضر ولكن نتكلم على لي زاكوتي. احنا قلنا برك بيتكوفيتش صار ضجه كبيره قاعد هنا وصايي ويقعد في الجزائر ويقعد 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 بسمو قداه الجور اللي فاتت ما تفرجهاش الناخب الوطني ابري لو ماتش تاع تو لم يشاهد اي مباراه وهنا راهم كاينين دي كومونتاتور وانا متفق معهم ونصر فلا ربما يوافقني كاين دو جوار مثلا في المولوديه ربما يستاهلوا يوضعوا تحت النظر حليميه ونعيجي اسمح لي برك قسنطينه ديب انا حال انا كل ما حبيت نقول دي مومون كو المستوى لي انفراستركتور لي فينونس لا بريز اون شارج دي سيكيب نوعا ما لو نيفو مازال مي لو نيفو بلوس او موان كومباراتيفمون زاني بريسيدون خير من نوعا ما انت كسرتونا روسنا باللي يقعد 21 يوم يروح يريح سمانه ما اسمه راح يجيبوه في الدربي ولا تاع ليزما بتاتر امسيه يتفرجوا نو هذا الناس هذو لعبوا دي ماتش احنا قلنا باللي انا منين تفرجتهم كامل لي ماتش كامل تفرجتهم مين نتسال نقول انا وي بيتكوفيتش اون برينسيب نورمالمون ماتش كيما هذا راهو يتفرج لا يشاهده ولكن غيز يشاهد بعض المباريات بارك خلينا من بعد يقول لك راهو احنا نهضروا على البريزونسيال يعني استادير كانت اشكاليه بينه وبين سوا ديزون جماعه على الناخب اللي قديم اللي كان يقول لك ما يقعدش اللي هنا وعيرو خلينا من هذه انا قلت باللي كي نديروا ديزونجاجمون نديرو ديزونجاجمون ولا نديرو قوانين يفو لي ريسبكتي احترمهم حتى اللاعب المحلي فكره اللاعب المحلي والديبا الجدل القائم بخصوص اللاعب المحلي اخيرا يعني وافقت شيخ جمال بخصوص اسمح لي امين وافقت شيخ جمال بخصوص لاعبين من مولوديه الجزائر وحتى هناك لاعبين في البطوله الجزائريه يستحقون التفاتة من الناخب الوطني. شوف اخيرا شيخ ناصر نعم اخيرا نعم ما كنتش واثق باللاعب المحلي ربما اللاعبين تاع مولوديه الجزائر نعم احنا ولا باش نشوفوا اكزاكتومون شوف صح انت اليوم لا اليوم كنا تكلمنا على الملاعب اللي عندنا احنا كي الملاعب اللي عندنا اليوم ميلود هدفي حسين عيد احمد دويره قسنطينه دويره نيلسون مونديلا عنابه نيلسون مونديلا علينا المستوى تاع اللاعب يطلع هنا ما طلعش المستوى واش تزيد له اكثر اللاعب عنده كل شيء لازم توري اليوم ظهر كما قال لك ابراهيم ديب صانع لعب شباب قسنطينه اكيد يستحق هذا اكيد لا يستحق عندي عنده احصائيات جد ايجابيه مع ناديه حتى لو كان تدي هذا نعيجي ولا تدي حليم من الصعب كان انا في ديب السيزون من الصعب انك تلعب في المنتخب الاول
تقدر تكون في المنتخب، بصح باش تكون في المجموعه نقولوا النهائيه لازم فريمون تزيد تطلع النيفو ديالك. ولكن ولكن حصولهم شو اليوم حصولهم على اسمح لي جمال علاش حنايا اليوم نو زافون لو كوتي دروا دو ليكيب ناسيونال ميت، مش ماتش مش زوج مش ثلاثه، راه فيك سات ماتش لو كولوار دروا ميت. اسكو دوكا مع حلايميه معليش يقدر اسمح لي يقدر يكون حل؟ لا اسمح لي، لو كوتي دروا حتى في وقت جمال بالماضي كان لما يغيب على الطن نصيبوا بمشاكل. حليمية في وقت جمال بالماضي كان في المنتخب زقالوا زقالوا خطره ولا مره في بلجيكا اكزاكتو كاين لاعب في بلجيكا شغل خطره في بلجيكا يا هيستوريك كاين حاجه هيستوريك تاع هذا اللاعب اللي كان في المنتخب واليوم بصح غاب اليوم اليوم عادي لا مستوى لا باس به. لكن باش نامن بالملاعب اللي عندنا لما تشوف انت ملعب تاع تيزي وزو انا مشيت للملعب هذا وتشوف الاجواء باش ما تلعبش كره قدم انت تقول انا نلعب هنا ومن بعد نترونسفير للريال دو مدريد موتيفاسيون كبيره في تيزي موتيفاسيون درك 17 دير باش اكزاكتومون ما يا جمال ملاحظه في هذه النقطه هذه هضرنا على اللاعبين تاع مونت الجزائر وهضرنا على قائد فريق شباب قسنطينه داروا اللقاء في ملعب هذا صح. انا الفكره وشنو هي الفرق اللي راهي عندها استقرار في التشكيله في الطاقم الفني في المسيرين عامة يظهروا اللاعبين مولد الجزائر عندهم عام ونص مع بومال كاين بزاف كانوا يقولوا بومال ضعيف تكتيكيا ناقص قول واش حبيت بصح شكون اللي كان يقول هكذا؟ يقولوا الناس بزاف كومبري دي سوبورتير تاع مولوديا صحابنا اي كومبري دي جورناليست نحترم رايهم نحترم رايهم دا شامبيون نشط نهائي نو قبل 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 ولكن الوقت نو ابري لا سيزون فلالي تاع العام اللي فات كانوا يقولوا فريق تاعنا ويربح بصح ما فرحوش ولكن مالغري داو مولوديا شامبيون العام اللي فات هذا العام يلعبوا احسن لماذا؟ لان الاستقرار وخلوا المدرب وخلوا المسيرين والاستقرار هو اللي يجيب النتيجه ومولديه الجزائر من ناحيه اللعب وهما وقسنطينه سيلي ميرزي كيف من ناحيه اللعب يعني تتمتع معاهم لما مولديه الدرجيكي تلعب راهم في البوديوم راهم في البوديوم بلاصمهم مليح لاعبين مليح ما شاء الله واش معناتها؟ معناتها لما تحب يكون عندك سياسه لما تكون تجيب مسيرين يكونوا في المستوى يعرفوا بلي كرة القدم تمشي بالاستقرار، بلي المدرب هو اللي يدير الاستقدامات، هو اللي تخليه يعمل، ودوك انت نعطيك اكزومبل. الآن مثلا قايمة القيامة على بن شيخة وماشي مدرب ضعيف وجنرال ولا كابورال ومانيش عارف مانيش عارف. عنده ثلاث شهور في الفريق. سيفريك هو جاب شوف الخطأ لو سول لا سول ايرور تاع المسيرين والمدرب تاع شباب القابل نقولها. كي قالوا بلي راح نديروا فريق قوي نديروا نلعبوا الاضرار الاولى انا خرجنا شويه على الافريقيين صافي دير نروحوا بالعقل ميم لا كومونيكاسيون لي امبورطون لي امبورطون خرجنا شويه على الموضوع خلينا خلينا في الموضوع من فضلك لا لا حبيت حبيت نقول خلينا نستخدم مي فو دير نرجعوا للتحكيم انا جي اس كا جو بونس كو لو ماتش تاعها كانت فيكتيم دو لاربيتراج اسمح لي لافار هذه ما جوري ايمي ديرنا ان سوجي سي لافار صح امين صح صح لافار هذه هنا يكون مواضيع اخرى بخصوص رابطه تبري خرجنا شو على الموضوع انا نقول يا ناس مدرب كي يجي في فريق ما تحوزوش بعد خمس مقابلات عطيلو 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 الوقت شو عليه خليه يخدم وحاسبوه فريق واضح واضح امين واضح الفكره نطوي ملف المنتخب الجزائري ولو نبقى في أخبار محترفين ونطوي ملف الرابطة المحترفة ولو أنها غير مدرجة في ورق الطريق ولكن خرجتوا لي شوية على الموضوع يا شيخ جمال لا نحن هدرنا بلي احنا فرحنا بزاف كي قلنا لافار مي وسكون نو سون سوم تان تران دو فار اسمح لي سوني با لافار سي ميم لافار ميم لافار لازم لها واحد نولوا الموضوع نو سي اون بون نو مان هذه دومي فار باسكو انا هدرت مع لي سبيسيال دير لافار بستة ست كاميرات والله ما ديرها كاين لي سيزوتر كاميرا هذا موضوع رالونتي هذا موضوع الصح. هذا موضوع مخصص تخصص له حصة كاملة للحديث عن للحديث عن الفار ولو أن لجنة التحكيم نظمت اليوم يعني دورة تكوينية لفائدة الصحفيين الجزائريين بخصوص تقنية الفار التي نظمها عبيد شارف هذه للأمانة وموضوع آخر نتحدث أيضا عن موضوع آخر لاعب للمنتخب الجزائري مدافع يعني أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة تواجده مع المنتخب الجزائري تعرض لانتقادات كان في محور الدفاع
ولا مدافع أيمن؟ يتعلق الأمر بعيسى مندي، تعرض لانتقادات وسائل إعلام وبعض المحللين، ولكنه اليوم أو أمس تواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا بفضل المستوى الكبير الذي قدمه مع تشكيلة ليل شيخ نصر، اللي هو عيسى مندي. عيسى مندي نضل شوف عيسى مندي، أنا كل يوم نقول في وقت جمال بلماضي كان أساسي، في وقت بيتكوفيتش أساسي، ما تقدرش تكون أساسي مع حسبنا مدربين برك راك معهم أساسي. هذا اللعب اللي خرج من جامرانس، أنا صراحة فيلا ريال، لعب في فيلا ريال، اليوم راه يلعب في ليل في رابطة الأبطال، الأمس راهو في التشكيلة الإيطالية تاع تشامبيونز ليغ تاع الأمس، رانس بيتيس سي في بيتيس كلوب إسبانيا بيتيس بارك الله في بيتيس، ومن بعد فيلا ريال، هادو الأندية في بيتيس اللي طلع المنتخب مشاركته مع المنتخب الوطني باستمرار وبانتظام. لا لازم نقولها من اللاعبين الذين لا في المنتخبات لازم لك اكزاكتومون في المنتخبات للامانه صح، في المنتخبات حتى في الانديه ولا في الفرق ولا في خاصه في المنتخبات لازم لك خبره، لازم لك كوادر، لازم لك دي زونسيان، حتى واحد اثنين حتى ثلاث لاعبين في المجموعه، ربما يعاونك يعاون الناخب الوطني في ليطا ديسبري تاعو كيما نقولوا إيسا، حتى ولو في بعض الأحيان ما يسلك أشاك فوا لعبوها لاتيرال لعبوها، نضل نشوف هذا اللاعب، هذا لاعب عنده إمكانيات، لاعب محترف، ما لازمش ربما ماشي غير الأداء تاعك ولا الآخر اللي هي تجعلك، حتى الكومبورتمون تاعك لاعب منضبط كما قال الانضباط تاعك، والمدربين إيزون بوزوان دو لاعبين مثل هادو تحب ولا تكره اللي يكون هنايا. أنت الأمس تلعب ضد لاتيتيكو دو مدريد من احسن الفرق في العالم، لازم نقولها المدرب ديغو سيميون، المهاجمين خوليو الفاريز الارجنتين، خوليو الفاريز هذاك خوليو الفاريز لعب ممتاز، لي زاتاكون تاع لاتيتيكو دو مدريد كان حاضر فيه. كان حاضر دار ربما راهو في التشكيله المثاليه تاع امسيه تشكيله مثاليه يتواجد فيها هالاند فينيسيوس ورافينيا نجم لا والله غير كمل بالامس لا لعب ضد احسن مهاجمين حاليا في اوروبا اللي هو الفاريز وسورلوت لاعب نرويجي يلعب مع هالاند في المنتخب النرويجي دونك كان في المستوى دونك ماشي هو 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 انا جي كومبري لاريير بونشي السؤال تاع امين علاش لماذا في المنتخب في المنتخب الوطني مندي يتعرض الى انتقادات متكرره انتقادات شرسه غير مؤسسه لي للان ما فهمناش. انا حبيت نقول لك حاجه فريدة، سي لو بلان سي لو بلان تكنيك سي لو بلان تكنيك، الانسان اللي يشوف ماندي جوي انت نظرتك ونظرتي مش كيف كيف، انا نظرتي انا كي يودر البالو بالنسبه لي ما يعرفش يلعب ولا بتاتر انت في بوزيشن نتاعو امور بالنسبه ليك مد لو روندمون، علاش راهم ضده؟ علاش راهم جايبينها ورا ماندي؟ صح جمال اني فهمتك في كرة القدم اسمح لي انت يا في وقت بالماضي عيسى مندي كان اساسي، مشى بالماضي جا بيتكوفيتش يلعب اساسي، معناتها مش كان صاحب بالماضي اكزاكت كان يقال انه عنده علاقه مع بالماضي، انا من فهم مع بيتكوفيتش لا لا زايد يلعب في ليل برينو جينيزو المدرب المخضرم يلعب تيتولار الامس ضد رابطه الابطال، معناتها مش صاحب بالماضي نمر لموضوع اخر شيخ امين، نعطيك سؤال على موضوع اخر. بغيت نقول كلمه برك على مندي. مندي ستان جوار يعني اونجاجي 100% مع المنتخب، شفناه حاضر يجي حار يحب ليكيب ناسيونال واقف، سي فري كيبان ماشي اليغون في لعبه وهو يبلي با بصح، ولكن في اللاكس سي فري كو بارفوا الناس يقولوا بلي يرتكب اخطاء وشفناها كانت بعض الاخطاء اخطاء اللي دارها نقولوا الحقائق، ولكن هذاك الخطا هذاك الخطا لما تماركاو ديبيت هو اللي ماركا ليغاليزاسيون في واحد المقابله، نظن هو ديفونسور اللي ابري افير دي زيرور صاريف، ولكن هو من ناحيه يعني الدفاعيه مدافع صلب، سي فري كي تلعبوا في الرواق الايمن ماهوش اللي جيني ما يقدرش يلعب كيما يلعب في اللاكس، ولكن جاس مرحله صعبه كذلك، نظن لو كان قاعد في بيتي سي في كان احسن، لما راح لفيلا ريال لما تبدل المدرب خاطرش كان عيط له ولا يخليه بزاف في البون دونك قعد لونطون ما يلعبش، كان يلعب يدخل اون بلاصون يدخل، ولكن ستاتيو تاعو قعد يعني انا سيت ان جوار للمنتخب الوطني الان يسحقوا، لما نصيبوا لاعب احسن في المركز تاعو انا نجيبوه. تفضل
موضوع آخر شيخ جمال، رياض محرز يتعرض في كل وقت لانتقادات بسبب زيادة وزنه. هذا اللاعب يعني نشر أو الاتحاد لا هذه الصور بخصوص يعني يستعد بكل ما أوتي بقوة من أجل إنقاص وزنه الذي كان سببا لتعرضه للانتقادات. واش رايك شيخ جمال؟ ينقصوش في البوان روح. لا هناك حديث عن انه الدولي الجزائري يعني باشر تحذيرات باشر تمارين شاقه من اجل انقاص وزنه ومن اجل العوده لمستواه، يعني توافق انه تراجع مستواه؟ خليني نكمل مع شيخ جمال. توافق انه هذا اللاعب الذي يعتبر من بين احسن اللاعبين في تاريخ المنتخب الجزائري تراجع مستواه، هل ترى انه هذا اللاعب دفع ثمن اختياره في اللعب لدوري غير تنافسي مقارنة بالدوريات الأوروبية أو الدوريات الأسيوية بدرجة أقل؟ لا، أنا الاختيار أنني شايف دوليين آخرين يلعبوا في السعودية وباقيين في ليكيب ناسيونال كونترير، أن كاين اللي راحوا لعبوا في كونتي كان ما كانش في الكبير راح السعودي تقريبا التشكيلة تاعو تقدر تلعب تشامبيونز ليغ. أنا حبيت نقول حاجة، سي فري أنا لو روندمون دو محرز Il est en régression. C'est une vérité que chaque technicien... بناء على الأرقام وإحصائيات تراجع في مستوى. تراجع. أولاً il a été le choc premier قبل l'équipe nationale. Le choc premier c'était في الهلال في كل بكل صراحة. C'est-à-dire كان الأهلي. الأهلي كان له انتقادات كبيرة وقوية وخاصة من المناصرين. أنا بالنسبة لي il a été sensible à المسمو. وعدهم امل وكا موندوني الى تروفي لا جيستيفيكاسيون دو لا مالادي قال لهم اعذروني جا وما في جوي وانا جيتي غريبي دونك لو روندمون تاعي كان نسمو من وعدكم اننا في المستقبل نعود. انا راني نهدر سول اوتوريتي دو ناصر، سي كيلكان كي غارد انكور سون بوتونسييل تكنيك مازالو عنده. سي فري كو هذا اللي في تاع المونك دونترينمون بوتيتر ولا ما على باليش انا نسمو لو سيل بوا، كاين بزاف عوامل اللي يخليوه يكون بلي ترجع. مي اوجوردي انا شفت باللي ميم في الاهلي ما يقعدوش في البون، ما يقعد رغم ما يقعدوش. انا نقول اللي اونكور جون، انا بالنسبه لي اونكور جون قادر يقدم الاضافه للمنتخب الجزائري. نهضروا على الاضافه. هو الى بجوان داتر تيري بار لي زوري. نقول لك بكل صراحه انا مانيش خير من عصاد. البارح انا نسمع في عصاد يحكي على لابور دو مش بالروندمون تكنيك ولا سون روندمون تكنيك. قبل ناصر يهدر على ماندي سا بريزونس او سان دو مسمو وفهمته وكان لو رابور انا ديريكتومون مع واش كان يقول عصاد على محرز. محرز حكي عليه قال انا سادير ويهدر اون تونك كونيسور اون تونك غران فوتبالور. نتكلموا على منتخب ايضا منتخب وكان يلعب مسمو يقول باللي المدرب a besoin l'équipe nationale a besoin de Mahrez ou il a besoin علاش اولا باللي معروف عليه باللي انسان متربي تي a besoin de l'équipe une équipe nationale c'est d'abord le groupe avant les qualités individuelles c'est d'abord le groupe et la famille اللحمه اللي تكون كاينه موجوده اي محرز انا نعرف نعاود انني نعاود شو الكلام تاع هذا كلام عصاد. واش قال محرز؟ يقول عليه باللي حتى لي جون هذو اللي جاوا للنخمه 18 سنه 19 سنه 20 سنه 24 سنه يحتاجوا يكون واحد كيما اسمه محرز في موجود في الكا يحتكوا به. تولي جوار جو دي بيان تولي جوار اللي جيو كان املهم انه يوم من الايام يلعبوا مع محرز. وين يروح الناخب الوطني؟ وين يروح يلعب المنتخب الوطني؟ الشعوب ما تجيش تتفرج ليكيب تاعهم يجيو يتفرجوا. هذا ما قاله ايضا فارس الشعيبي لاعب المنتخب الجزائري اللي قال انه رياض محرز يملك دور كبير في لحمه المنتخب الجزائري. هذا رايك وفهمناه، راي تاع امين قال خلي لي الوقت. عندي راي. عندك اربع دقائق فقط. كما خليت الوقت لا عندك 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 زوج عندك زوج دقائق ونمدوا زوج دقائق للشيخ ناصر. شوف من فضلك. شوف انا رايي واضح جدا وشاك فوا شي اوبليجي ديكسبليكي لازم نفهم الناس. لما تنتقد مش معناتها ما تحبش اللاعب ولا راك ضد اللاعب ولا واش عندي انا باش نكون ضد اللاعب. اللاعب محرز انا راح نقدمه هو معروف عالميا لعب في المستوى العالي لاعب كبير، ولكن انا عصاد صالح ستانامي انتيم صديقي مقرب
بصح شوي با اوبليجي نكون عندي نفس الراي. سيدريك هو لاعب عاش مع الفريق الوطني، لاعب كبير، خلينا عصاد عشان نهضر على صلاح عصاد. ولكن هذا واش كان يتكلم على لي جون كيجي ومحرز وعنده شهره عالميه اكسيتيرا. لما اللاعب يكون في فورما كبيره ويجيو دي جوار هكذا دي جون اكسيتيرا يلعبوا قدامه احسن من محرز لما ما يكونش في المستوى ويجيو هاد اللاعبين، باسكو تبقى ليماج. بصح في التيران ما كاشك، في التيران راك ابسون، مش ما شفنا اللقاءات الاخيره ماهوش في المستوى. انا ماشي باسكو يوسمك محرز كون حطك في التشكيله الاساسيه، ماشي باسكو انا ما رانيش هنا باش ما رانيش اون كولوني دو فاكونس. لا يستحق التواجد، كمل. لا يستحق التواجد، لا انت تقول لا نكمل في الموضوع. طرحت له سؤال، انت انا شو صريح نهضر ديريكتومون، طرحت له انت سؤال هل راح يجيب اضافه ولا لا؟ لا انا واش راني نشوف الان وشفت في المقابلات الاخرى كامل تاع محرز كسوا في النادي تاعو ولا في الفريق الوطني، المستوى تاعو نقص بزاف، لو باجاج تكنيك تاعو وقف بزاف. واش كنت لا فورس تاع محرز لما يدير تقليعه بالو بي يعني يراوغ ما كانش الي ابسون، بدليل ان دخل اون بلاصه لا دينير فوا وعنده لو بوا. هذاك سيتي نوتر كيستيون، باسكو انا لا سيزون ما تبريباريهاش الان، لا سيزون تبريباريها قبل ما تبدا. البوا لازم ما يكونش عندك البوا، صافي دير يا بروبليم هنا. دوك الواحد الظروف تاعه، ولكن الناس تسبك ومحرز ونسحقوه وراح يدير. انا هضر لي الان كي تقول لي هكذا طرح عليا سؤال محرز وطيح عليا وانتم ما تحبوش محرز اعداء المنتخب الوطني، انا واحد ما يشك في الوطنيه تاعي ونحب المنتخب تاعي ونحب محرز كلاعب، ولكن الان ما عندوش مكانته. انا بالنسبه لي ما عندوش مكانته لو يعاود يصيب المستوى العالي اللي كان فيه. باسكو واش قال صالح عصاد؟ صالح عصاد قال لك ما راحش تسناو منه الان كيما كان في كالكوزاني ويماركي اوطون، يا با بروبليم. بصح ماشي تكون ابسون كاع في مقابله، يعني تدخل ما نحسوش لا بريزونس تاعك. جو بريفير نلعب انا نطر جوار، جو بريفير لو جوار يا خويا لا كان عنده ان بوا في المجموعه اوكي، بصح علاش انا ندخلو تيتولار ما يعطيني حتى اضافه؟ جو بريفير ندخل لاعب احسن، سينو نغلق البيبان كان على الجينيراسيون اللي جايين اللي ممكن لما تحط ان جون اللي كلات وتشوفو يدير اضافه ويجيب حاجه جديده. والله واضح شيخ نصر، راك سمعت راي تاع امين عزوز ونحترمه ايضا باحترامتي للاعب، لان شكرا امين. قائد فريق حتى واحد ما يشك في الوطنيه تاعك امين. عصاد وانا مؤيد راي عصاد وانا جيادير بلينمون. امين سي دون سون دروا لو بليز ابسولي دافوار ان افي كونترير. اسمح لي قول لي الان اهدر لي كره قدم الان محرز لما يدخل في التشكيله واش راهو يجيب الفريق الوطني؟ انا تاع كره القدم اللي هدر وقبلتها. صح طرحت علاش انت رايك انت واش راك تشوف؟ راك تشوف بلي قول لي نطرع عليك. ما نقدرش نشوف خير من انا نقول لك لو كان كي ناصر يهدر في التشكيله. لا لا هذه خلينا مع الهضره علاش انا في البلاطو. اسمح لي دقيقه. امين هو قريب من طرحت عليك سؤال هذا اللاعب قول لي في المقابله جيب في الميدان. سعيد دوني دوني للمنتخب. هذا ماشي جواب. جمال هو كان مهندس تدويج المنتخب. لو بيتكوفيتش افي بلي لو بونوم نو بو ريان ابورتي للفريق الوطني والله ما يروح عليه للسعوديه. سي محمد تقلاش ما تغلاش ما تغلاش. هذا راي جمال. امور اللي دات باش سمعنا امين. سمعنا راي امين امور واضحه. راك شفت راي تاع امين حب نقوله لك وراي تاع جمال حب نوضحه لك. هو راي تاع عصاد قال انه محرز نحتاجوه في المنتخب. دير مشكل ناس لا نعرف كاش يخمم صالح. نحتاجوه في المنتخب الجزائري من اجل اللحمه. امين كان منطقيا انا ارى انه راي امين وهو محترم ايضا انه منطقيا يعني المنتخب الجزائري يحتاج للاعبين يقدمون الاضافه يقدمون يساهمون في تحقيق نتائج ايجابيه. ولكن نحترموا راي تاع كل واحد. شيخ ناصر في عجاله واش من راي اللي تميل ليه؟ حتى رياض يعلم انه بعيد عن المستوى تاعو لو سي كيما نقولوا في عجاله. لا لما تكون تلعب انت في مانشستر سيتي من احسن الانديه ولا احسن الانديه في العالم تمشي للدور السعودي بدات الانتقادات منذ بدايه الانتقادات الى يومنا هذا. اكيد انه المستوى تاع رياض محرز تراجع. لماذا بدات انا جاي لا انت بسبب مستوى انا قلت لك بسبب مستوى في عجاله شيخ ناصر. لا الوقت اليوم شفنا رياض يتدرب ربما وتكل. خلي لماذا راح من مانشستر الى السعوديه؟ هاو سؤال مطروح. خليه يكمل في الوقت تاعك. خليه يكمل امر شخصي هذاك.
شوف والناس تطرح سؤال لماذا لماذا فضلك من فضلك امين خليه يكمل والله غير هذه ونسكت هذه هذه باش خلي ناصر يهدر خليه امين خليه اسمح لي ناصر باش يكون عندك نطري ليما انت غوارديولا كانت انتقادات لذيعه على النظام الجزائري كي ما كانش يلعبوا اكيد وعلاش ما لعبوش لافينال ديال ليغ دي شامبيون خليه يكمل امين فيها امور فيها امور ما حقروش يعني في عجاله نص دقيقه رياض محرز هذا النجم هذا هو يعلم انه بعيد عن المستوى تاعو او شفناه يتدرب وريتنا الصور يتدرب هو راح يتدرب كما قلت الوزن تاعو راح يسقط الوزن تاعو ويعود ان شاء الله ويعود الى مستوى ان شاء الله ان شاء الله هذه الامور واضحه هذا راي راك سرت بلي راح محرز بالعمل لازم سنه راس في قد الايام يا اخي الجي ام تم جايين انا نتمنى له ان شاء الله امين سنعود سنعود بكم سنعود لا 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 الوقت انتهى الوقت انتهى من فضلكم هذه 30 سكوند انا والله العظيم ثلاث غير نتمنى له يولي في المستوى تاعو خلاص لان الانتيري تاعي كونت با بصح راني نقول لك واش رانا نشوفوا من الصعب جدا واللي ما تبين ولكن هذا ما يعنيش باللي ما نحبش محرز سنشاهد رياض محرز ان شاء الله سيعود لمستواه للاسف الوقت انتهى وقت الحصه انتهى نتمنى ان نكون نتمنى نهضرنا على مندي ومحرز ايضا بن 70 الوقت لم يكفي للاسف دير زيد دير لنا حصه على رامي نكلموا عليه اكيد رامي بن 70 احنا الذي قدم كل واحد نعطوا له حق اكيد قدم مباراه كبيره لم اذكر رامي بن 70 لانه في الحصه الاخيره تحدث عنه الزميل نبيل بن قاسم في حصه فوتويك والمستوى الكبير الذي قدمه رامي بن 70 مع تشكيله بوروسيا دورتموند برك حبيت انا هذا هو المثال تاع اللاعب الجزائري يستحقه اليوم محلي. هو نجح هو رامي بن 70 شكرا رامي بن 70 يقدم مستوى كبير في مباراة بوروسيا دورتموند وريال مدريد لحساب رابطة أبطال أوروبا شكرا جزيلا لك شيخ جمال شكرا على الإضافة شكرا على التحاليل شكرا على رأيك بخصوص محرز شكرا على كل شيء شكرا لك وعجبتني ليميسيون يعطيك الصحة بارك الله فيك لا غير كانت بك مليحة أنا جام الأخذ والرد وجام لي ديبا أمين ثاني تفضل صديقي عندي صديقي وحبيبي ويتبعنا وديفون ويحب ناصر ويحب صديقي طاهر عقون من عين مدينه ويتبع الرياضه طاهر عقون مجاهد كبير سي ان فري كومباتون ان فري كومباتون ان فري باتريوت انغاجي ان فافير د الجيري بارك الله فيك امين بارك الله فيك انا في كلمتين حيينا السيق ان شاء الله نتمنى عوده قويه للهلال السيق اللي ما نش نسمعوا به وصديقي منصور يعني معروف في السيق ونحيي ناس كانوا مستغانم اللي كنا عندهم غير كيما وناس طيف نحييهم وتحس باللي الجزائر يعني شعب جزائري كريم حاطي له برك لي بون كونديسيون ديرو دون بون كونديسيون عطي له حقوقه وخليه يخدم يعني نعيشوا كرماء في بلادنا وسعداء ان شاء الله شيخ ناصر بارك الله فيك وإياك إن شاء الله تكون عندنا كلمة في الكاف إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك شكرا أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة نلقاكم في موعد مقبلة بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله